بزوز مراحل يعني يعني اتفاجئنا فيهم. اول حاجه تغرينا من كبراء، شفنا قلنا عندنا جمعيه وكذا كذا، وريتم كبراء تغرينا به كي تعدينا من المرحله هذيك لمرحله كوب دافريك، لقينا ادفرسير اقوى نوع اخر ما لقيناش روحنا خرجنا بيت فيه. المره هذه في الادفرسير معلوم، لكن مش نتعداو من المرحله هذه كاليفيكاسيون، مش نتعداو كوب دي موند. زاد ما نعيزناش نغلطوا نفس الغلطه اللي غلطنا فيها الغلطه اللي فاتت، لانك كاليبر اخر ادفرسير اخر وما عندكش الحق في الغلط، لانك مش تغلط مش تخرج. ومش كل مره نحن نزيد نمشي ونخرج من التور الاول. الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه، عندك برشا نقايص. نقايص اول حاجه في الجارديان كما قال سامي، ما عندناش جارديان. شو الحل؟ استناني عاد خلينا بشوي بشوي بشوي، انا مش نعدوا النقايص ومن بعد تنقول لك شنو الحل. لانه مثلا انا واحد من الناس، انا نشوف اللي يتماشى مع ليكيب ناسيونال، اللي اكثر خبره، اللي يرتاح ترتاح له الجوارات، اللي هو سميه اللي هو بن شريفيه. بن شريفيه باهي، بن شريفيه الاقطر، وبعده جي دحمان اللي شفته انا حسب الكاليتي. ثاني حاجه، انت في اللاكس كي نجيو احنا نفصلوا لاكس نقولوا رحنا الغندري راهو بيفو، ومازال كي رجع من جمعيه مطرد مع الكلوب افريكان رجعته للواجهه واعطته مورال، تهز شوي لعب زوز ماتشوات مشى وهو بيفو، رجعوه في اللاكس لانك ما عندكش في اللاكس. الحاجه الثانيه، ولو انه في بلجيكا يلعب في اللاكس. لحظه، الحاجه الثانيه، انت الطالبي، احنا لعبنا الطالبي، الطالبي خويا راهو ماهوش ولد ليكيب ناسيونال، هو اكتشاف احنا مازلنا كي خذيناه. يعني انت تلعب بلاش اكس. شنو مش ولد ليكيب ناسيونال؟ فهمتك اخي، وقتاش لعب الطالبي؟ اي ما لعب في منتخبات الشبان الكل. يا ودي احنا انكومبارابل بين الشبان والواحد. اسمع اسمع، فما نقطة مهمة برشا، هو راهو معناتها الاكس سنترال الحقيقي اللي هو مرياح وبرون. مرياح وبرون ما يمشوش مع بعضهم. انا واحد من الناس ما يقتنعش برون. وجاونا مشاكل كبيره ياسر اكثر من مرياح، خاطر الي موان بون ديفونسور. شنو حبيت تقول بخصوص الطالبي؟ ما فهمتكش. الطالبي اكتشاف، انت مازلنا اكتشفنا حاجه باهيه معناها، ولا حاجه باهيه، لان عندك الطالبي، عندك شكون يعوض الطالبي؟ قول لي انت مثلا شكون في بلال عيفة، فما بلال عيفة، فما فما مرياح مضروبين ما نساوي الزاج. شوف شوف، احنا تويكا ماشي كوب دي موند. اول حاجه اللي يلزمك انت كاليبر نتاع كوب دي موند الحق، راني انا نحكي انت تو قاعد تلعب في الافريق، وقاعد ما مركيت حتى بونتو، وقاعد تلعب بالديفونس اللي روتور ما نعرفش في اي ماتش، حتى بارتيا ميكال تلعب بالديفونس. نحب نفهم كلامك، الطالبي معناها مش كاليبر كوب دي موند، لازمنا حل اخر معناها شنو؟ نحب نفهم. شوف انا مش نكون واضحين، احنا النقطه دي لازم نركزوا عليها. اول حاجه، انت ما عندكش شاكس وما عندكش ديزافونسون تراتاك، على شنو ماشي انت اللي كاين الكوب دي موند؟ يقول هما ما قبلناش في اقوى تظاهره في الدنيا، ماشي لها انت بنقايس كيما هكا مع اقوى جمعيات اللي نحن نتفرجوا فيهم والقدوه نتاعنا، كيفاش بنلعبوا احنا؟ كيفاش تلعب؟ أول حاجة عندك حاجات، شوف هو توا تعرف شنو عمل القادري ما بين الكبير والقادري؟ حكاية كومينيكاسيون وحكاية التفلسيف، لا التركيب يلزمها تلعب. وأنا راني نعرف إمكانياتي، راني مش نلعب الديفونس. إيجا خويا راك باش تعمل هكا وهكا. أنا نعرف مثلا الكبير عنده إكسي دو كومينيكاسيون، إكسي دو كونسيني. يكثر لك من الكونسين، يكثر لك اللي يعمل لك ستريس، يعمل لك بريسيون، ينسيك شنو كنت باش تعمل، ينسيك ليماجيناسيون نتاعك اصلا، يقول لك اعمل هك واعمل هك واعمل هك، انت شنو يا اخي؟ جوار ايماجيناسيون، او جوار ما بين جوار ايماجيناسيون. ال 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 القادري عارف التراديسيون التونسي، احنا ماهوش القادري باش نكون واضحين، ماهوش بالكاليتي لونترونور راك الاسم اللامع اللي نعرفوه اللي كذا في عالم التدريب، لا نسمعوا به لكن ما نعرفوهوش كحقيقه بالعينين، احنا شفناه وعيناه، لكن وقت شفناه تويكا شفنا جوست الكومبليكاسيون، لا التفلسيف، لا حط جوارات لازمهم يلعبوا، الجوارات اللي نقولوا نحن اللي ارتحت لهم الشارع الرياضي والمسؤولين والناس الكل اجمعت اللي يلزموا يلعبوا هذوك. حتى التشكيله هذوك مع شويه شحنه معنويه با بليس. في الدفاع الغندري الناس الكل وقتها، خاصه بعد ماتش الذهاب، الناس الكل وقتها فرحانه بالغندري. محمد انت شويه بهتني كي انتقدت شويه الخيار هذا. نقول لك علاش الغندري هو شويه قال لك والله في اللالي في اللالي في اللالي في اللالي قال لك والغندري ما يرجور ما يرجور، وانا ديما نقولها الشعلاني والعيدوني هم الروح ليكيب الكل. كان ان شاء الله ربي يبقى عليهم صدر خاطر كان ضربوا هذوك مع الجمعيه ان شاء الله.
الغندري، لانه احنا كديفونسور الوحيد اللي اعطانا متنفس في الاتاك في البال الايريان فقط. شعنا احنا قعدنا شكون شفناه، ما عندناش بون سنتر، ما عندناش الاتاك، الاتاك صفر. شفنا الغندري يضرب بالراس او الغندري ويساعد في الاتاك، وهو المتنفس الوحيد هو شنو طلع عطاه سوليوشن ولا دو ولا تروا سوليوشن القدام في البال الايريان اكاهو. شفنا على هذاك، شفنا قلنا يقدم حتى كي يرجع يرجع روتار ولون والريسك، لا ما يلعبش، يلعب جوست جوست. راك انت تلعب مع لو نيفو يعني كوب دي موند، راك عباد تمشي لك بالديتاي، راهو يحسبوا لك كل حساب، راهو يتفرجوا فيك 20 مره، راهم يعرفوك يا ما يقراوك يا كذا، والكاليتي جوار ما غير احنا نتفرجوا فيهم ونحنا نتمتعوا قاعدين. سامي انت فما حاجه ديما تقولها، ترشحنا ومن بعد ما ترشحنا، نحن نسألك انت السؤال هذايا اليوم، بعد ما ترشحنا اليوم شنو على شنو لازم نخدموا، على شنو لازم نصلحوا باش نتعداو الباليه نتاع الدور الاول في الكاس العالم. تحب نكلمك حاجه، ماش عندنا وقت باش نخدموا لانه السيزون مشتوفه، الكوب دو موند سي اون نوفمبر نو؟ كوب دو موند سي اون نوفمبر. حبيت نقول نقطه راهو مهمه واخطر منها ما ثماش. شوف وقت عندك شامبيونان خمسة شهور تريف ديفير، واكثر من شهرين ونص ما بين الكوب اراب، اكثر من شهرين ونص ما بين الكوب اراب والكوب دافريك، خمسة واثنين ونص صافي سبعة ونص، وزيدهم نقولوا شهر انطوي بورتو، شهر انطوي بورتو معناتها الهدرة هذايا زوج ماتشات تاع الكوب دو موند، عندك ثمانية شهور ادمي دو تريف. ما ثم في حتى بلاد في العالم لا تنبقتو لا ما ثم حتى بلاد في العالم شامبيونان يقف ثمانية شهور ونص. انت لي سوليوشن تحب ولا تكره، لي سوليوشن يلزمك تلقاهم في البطوله التونسيه. وقت انت ما عندكش بطوله تقول لي بعد باش نقعدوا، وقلت لك انا وقت حصرنا رواحنا بالمجموعه هدية، واحنا نعرفوا انه المجموعه هدية ما يقررش فيها الا معناتها الفني، يقرر فيها ايضا رئيس الجامعه اللي عنده جماعه نتاعو وعنده الجوالات نتاعو كل. اليوم تحب ولا تكره الجوالات نتاعو سامي برشا فرحوا معناها فانا سامي خلينا نكمل الخاوي مثلا انا في عليه تقال اليوم الملاعبيه نتاع رئيس الجامعه ما جاوش الستاج هذا. تحب نكلمك حاجه الخاوي، انا الخاوي يعجبني، ها نقول لك اللي يعجبني انا الخاوي، نهار شفتو هبطوه في الفلان غوش، هبطوه اون فيريتابل دومي غوش ويلا فيت ديسباس ما يلعبش غادي، حتى في جمعيته ما يلعبش غادي. لا جست حبيت نقول لك حاجه، نسيت معناتها نسيت انهي المباراه، اعمل ان سوبر ماتش سور لو بلان اوفنسيف. تبقى انت لي كاليتي عنده خاوي، ثماش غوشي ما يعرفش يلعب كوره. حبيت جست نقول لك توا نحبه ولا نكرهه محمد واسلام، باش نمشيو بالمجموعه هذيا ماهوش مش يطلع من الشامبيونان ناسيونال لاعب كبير باش نحطوه، وماهوش مش يطلع معناتها دون ان شامبيونان اترونجي. احنا اللي يلعب دون ان شامبيونان اترونجي واللي حقه معناتها انا مش نتاع خمسه دقائق المجربي، جو سوي ديزولي المجربي ماهوش نتاع خمسه دقائق. ها شفناه في الكوب دافريك فماش السيد ما لقاش روح، اسمعني شفته في كوبا راب القروح، ما نحبش نحكي في لي ديتاي، مش كيف يعني الجوار ما يتبدلش، لا وما نحبش نحكي في لي ديتاي، ما نحبش نحكي شنو اللي صار في التيران وبعد التيران واللاعبين اللي رافضينه. شوف ما نحبش نحكي اليوم الحكايات مش اليوم. المجموعه هذه عندنا مجموعه متوسطة بصفة غريبة، مع نقاط استفهام كبيرة نعاودو نرجعو لها، الحارس الديفونس سنترال معناتها صانع الألعاب بالهجوم، عندنا بوان دو معناتها بلان دو بوان دانتيروغاسيون. أما باش نغيروا في الخطاب حتى للاعبين، وقت تغير في الخطاب وتغير في الخدمة وتغير في التكتيك وواحد كل معناتها ثم حاجات مهمة، مع العلم أنه نتكلموا نحن على القادر وما القادر قادر قادر إلى أون ميسيون، راهو زوج مباريات هذوما وتوا ينجم يقعد ينجم ما يقعدش. باش نحكيو على مستقبل جاي القادر، نجم يقعد يقعدش، ثم واحد جاه للونترينمون وخرج له في معناتها في الإعلام كل باش يقول له راني كيما عملت لسامي طرابلسي باش نعمل لك اللي كنت، وكيما عملت اللي قبلك باش نعمل لك هنا. ثم نبيل معلول يترصد في جلال القادري وهو الابن المدلل لرئيس الجامعه، معناتها ثم اشياء لازم نقولوهم. فاصل قصير
وبعد مكملين الحوار نحكي على مستقبل القادري مع المنتخب. مع أني أسيغانس منتخبنا محسن ومأمن في تونس وإلا في أي بلاد في العالم، عينينا ديما على كل ملعبي وبلاصته في قلوبنا ما يفك أحد. في استاد وفي كل دار الجو يشعل نار، وشوارع تونس نحفلوها صغار وكبار. في الربح مناش مسلمين، وين ما تكونوا احنا ديما معاكم حاضرين. مبروك الترشح المونديال قطر، وبرافو للملاعبية اللي جابوها بالخدمة ومش بالزهر. هذه البداية ومازال واحدة واحدة للفينال. أمي أسيغانس أسيغور و بارتنير أوفيسيال دو ليكيب ناسيونال. سامي، انت كنت اثرت موضوع اللي باش نحكيو فيه، كنا انت سبقتنا شويه، تو نجيك بعد محمد، خلينا نكمل مع سامي. انت حكيت على نبيل معلول وزار المنتخب وتقال برشا الكلام هذايا البارح في حتى في التصريحات. انا مع حسين جنيح مثلا في تصريح حكيت معاه، قال لي ما فماش علاش ما يكمل جاي القادم ما حقق المهمه. ودي الجزائريه ايضا قال اوكي باش يصير بيرو في ديران، لكن اليوم الراجل نجح في مهمته، رأي الشخصي باش يكمل معناها. تستبق في الأحداث كأنك وغلط. لا، ثم ناس صدقهم أنت ما صدقهمش، أنا سامحني معناتها بحكم الخبرة بتاعي ما صدقهم. شوف، أنا نحب نعطيك رأيي في القادري. القادري سيت أن أونترينور براغماتيك، تكلمنا عليه هذا، سيت أن أونترينور براغماتيك، معناتها براغماتيك خدام. أنا في ظل كل هذه نقاط الضعف القناة في الفريق التونسي، أنه هو قادر مش يوقف الفريق هذايا ضد نيجيريا ومرتين ضد مالي بالطريقة هذية ويخرج بنتيجة إيجابية. احنا ربحنا نيجيريا ومالي تحب ولا تكره، وقفناها أكثر، معناتها وقفناها في باماكو أكثر من وقفناها هونية. بالنسبة لي أنا من الطبيعي جدا 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 أنه السيد هذايا يواصل، لكن ايضا ملاحظه مهمه، كان مش يواصل وثم التدخلات مثل ما صارت مع قبير ومثل ما صارت مع جيراس ومثل ما صارت مع الناخبين الاخرين، مع هو حسنا فماش تدخلات المره في الليستة هذه، ما حسيتش الحق. انت كان حسيت كل تعرف، شوف شعر الصحافي، ثم حاجات في الصحافه ما يتقالوش، معناتها في الاعلام، ثم حاجات في الاعلام. شوف، انا نعرف وانت تعرف ومحمد سديتي يعرف و12 مليون يعرف كيفاش يدار الفريق الوطني، هذه مش مشكله. اليوم نحن ترشحنا، انا بالنسبه لي انا اليوم تجيب تقيم فايس فيلر ولا ارنست هابل من القبر ولا إيلينيو يريرا مع الفريق هذا التونسي ما نجم يعمل حتى شيء. قادري إلي مش دون لو سيستيم، إلي مش نتكلم على منظومه، قادري خدم يعرف الثلاثة مرات اللي امتحناه نجح فيهم، سورتو معناتها سور لو بلان مونتال، لأنه جوار التوانسة راهو أوري بيو كراكي، راهو في باماكو، إلزوري بيو كراكي راهو البارح، إلزوري بيو البارح معناتها ذهنيا عرف كيفاش يكلم الملاعبية، عرف كيفاش يوقف الملاعبية، إي نا با إيتي إكسيسيفمون غورمان ولا أمبيسيو، خاطر هذوكم هما الملاعبية اللي عنده. بالنسبة لي أنا يلزم يكمل، لكن يلزم نخليه الراجل يخدم. يلزم نخليه يخدم، يلزم هو يعمل القائمة، يلزم هو يعمل استراتيجية، يلزم هو يعمل التكتيك، يلزم هو يقرر شكون يلزم يدخل وشكون يلزم يخرج وشكون يهبط تيتولير وشكون يلزم يخرج بعد 25 دقيقة. محمد، توافق سامي يقول يلزم يكمل؟ اي، اول حاجة يعني باش تفصيله يعني نوافقه. علاش؟ لانك كما قال لك ما عندكش الكاليتي جوار اللي تنجم انت تجيب لهم واحد من برا ينجم يعرف يتعامل معاه، حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، هو انسان رياليست، عارف شنو ليكيب ناسيونال تاعنا، عارف النقايص تاعنا، مع النجم باش نكونوا واضحين، مع الجمعيه باش تمشي لبعيد في كوب دي مون، حتى في كوب دافريك مع الجمعيه، لكن هو عمل سياسه جاد الفقير بما لديه. احنا عندي كاليتي جوار احسن جوارات انا لعبتهم، لكن كيما قال لك توجيهتنا تراف كبيره، شنو يزمو يعمل؟ طبعا احنا ما عندناش جمعيه، لكن كي تبدا تكنيك مو جمعيتك ناقصه، ما عندكش جمعيه قويه تكنيك مو مع جمعيه اقوى منها ككاليتي، فما حاجه يزمك تعوض. احنا فما حاجه تراديسيون تعلمناها، اللي هو كي يغيب عليك التكنيك
عوض بالفيزيك. نحن لومير في كوب دافريك تعرف كيفاش هزين، نحن اقوى منا جمعيات الكل، نيجيريا وكوشا والجمعيات الكل اقوى منا، السنغال اقوى منا، راهو بالكاليتي الجوار نتاعنا لكن هما اقوى منا. لكن باش بالفيزيك شهر كامل نحن في سويسرا بريباراسيون فيزيك من اقوى ما فما، عوض لنا باش خلانا النقص الفني بالضبط، خلانا باش تجيري ماتش في قوة نيجيريا ولا قوة أي جمعية في العالم قوية لازمك تحضر فيزيكمون، تحضر جواراتك يكونوا حاضرين ديما لآخر الماتش. سامي شنو هو الإيجابيات اللي نبنيو عليها في المنتخب اليوم؟ خلينا نتعداو المرحلة هذه. الإيجابيات اللي في كل الظروف الصعبة هذه، وقت نتكلم على كل الظروف الصعبة، النقص في اللاعبين معناتها النقص في التالون، البطوله نتاعنا نوزونسوم على راهو هذا الناخب الوطني عدد 11 ولا 12 في 10 سنين ما صارت معناتها في حتى تاريخ فهمت، هذا الناخب 11 ولا 12 اذا 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 حسبنا القارين والمرين هذا الناخب. دونك سو كيلفو يلزم ستابيليتي، يلزم اون ستابيليتي، يلزم زاد شوف يلزم اعاده الخطاب والادوار. احنا شفنا انه لانهم سي با دي جوار دو تري تري غران تالون راهو يلسون انترشانجابل، لي جوار هذوما سون انترشانجابل اون طون معناتها في ال 11 اللي مش يهبطوا لكن انترشانجابل زاد ايغالمون في التيران. Il y a plusieurs stratégies, نجم نبنيوهم معناتها باللاعبين هذوما. Maintenant, فما حاجة يلزمنا نخدموها وما ثم ما عندنا أوكان أوتر شوا. ما تنجمش تمسي الكأس العالم بلاش حارس مرمى بلاش هجوم. صديقك وديع الجري. أي. أصبح رئيس الجامعة الوحيد اللي ترشح في مناسبات الكأس العالم. أي عنده 10 سنين السيد هذايا. شوف قداش معناتها ثم كؤوس عالم ما ترشح لهمش، ثم وحده برك ما ترشحلهاش، وحده ما ترشحلهاش، وحده ما تطاح من الدور الاول، وكاس افريقيا تطاح من الدور الاول. شوف ما نجموش نتكلموا على هذا عنده 10 سنين، اول حاجه مش صاحبي صح معناتها لكن وديع الجري ينجح وقت يعمل خير من سابقيه. السابقين نتاعو وصلنا فينال كوب دافريك، وصلنا ربحنا كوب دافريك، وصلنا عملنا لون دي بلو بيل كوب دي موند باش تقعد لنا في التاريخ ولا من هذا التاريخ معناتها على الاقل يتعدى يخرج يخرج الدور الاول. نهار اللي يخرج من الدور الاول ونهار وقت اللي ونهار اللي هز كوب دافريك تو يولي صاحبي، ونهار ما عادش يدخل في الامور الفنيه نتاع الفريق الوطني وقتا نولي نحترمه ويولي صاحبي. محمد فما من لاعبيه تشوف قادرين يكونوا يعزوا قائمه المنتخب الجاي، نجموا يعاونوا تشوفهم ما همش في الليسته هذه؟ شوف يعني صمت رهيب واضح قعدت خمم برشا معناها لا يعني فما حقيقه يمكن انا راني ما نتفرجش في الشامبيون بالكل لا جمله، يمكن ماتش هكا واحد كلوب استاد باجا لا ما نتفرجش في حتى ماتش، يعني قلت لك يبدا ماتش مثلا ما بين زوز توانسه في كوب دافريك يمكن هكاك، لكن يمكن ساعه نغلط نتفرج في ماتش، لكن ما نشوفش مثلا كاليتي اللي هو مثلا واضح باش هو بلاصته في ليكيب ناسيونال تعيط وما يطلوش. هذه ما فماش حتى جوار ما ريتش، يمكن بتات قلت لك الجارديان هذيك الحل الوحيد، وجارديان يعني كما نقولوا نحن فانت كارير ماهوش يعني جارديا مازال صغير وطالع وباين وشاطر نجم. هو قديم ماهوش فرد كبير 30 عام معز بن شريف اليوم مازال نجم 5 سنين اخرين. انا مثلا انا بالراي انا خاطر هو لعب ضدي فهمت، يعني انا نشوف فانت كارير لانه لعب برشا في مخي هو اي طلع صغير اي بالضبط اي، لكن ما فماش كجوار مثلا يمكن بوتيتر شوات فوق المتوسط كافون سونتر فوق المتوسط، وناقص برشا خدمه برشا ناقص برشا خدمه في البلاسمون في برشا حاجات حتى فهمت تكنيك مو بالضبط يزمو لهوه ما شفتش حاجه اخرى، يعني مش نقول لك انا حتى البرة ما تسمعش يعني جوارك اللي يرن في وذنيك اللي يستاهل ليكيب ناسيونال كيما قلت لك تويك مثلا القادر يلعب احسن ما عنده،
لعب التشكيله اللي لازمها تلعب، لعب التشكيله اللي متفاهمه فيها الجمهور والمسؤولين وليزونسيان جوار وليزونترونور، الناس كلها راضيه بالتشكيله اللي هبطها هو. أنا قلت لك نحن ما عناش، ما فماش عصا سحريه مش يطلع جوار في 8 شهور مش يطلع سيء يولي عمره يكون عمره 10 سنين و5 سنين يولي عمره 28. نحن شنو هو برك قلت لك يحضر من تويكا، يقرا حساب الاغلاط نتاعو والاخطاء نتاعو والنقايص نتاعو، ما يحاول يكمل النقايص نتاعو هذيك، يحاول يحضر اللي مضروب واللي معلوم عنده اللي هو مثلا بلاستو تيتولير كيما شو اسمه لاكسيال اللي تضرب عيفا لا الاخر مرياح مرياح لا برون، انا ما يقنعنيش مهما يكون، ما يقنعنيش من نهار الاول اللي جا، ماهوش ستيل تاع تونس، ماهوش ستيل تاع تيتولير، يمكن بوتيتر ان بون كابيتان في كابيتان في الليك في فرنسا مع شوف انا باش نعطيك اقوى من برون. انا الخزري ما يقنعنيش، انا الخزري ما يقنعنيش، ما يقنعكش. انا وقت اللي لعبوا فونسون قلت هنا قلت لك ما يجيش فونسون، اما ارقام محمد من الهدافين التاريخيين في المنتخب ارقام ما يقنعكش. قلت انت واش يلعبوا فيه في البوست نتاعو خزري، خزري كومون الى في كارير ا بوردو بعد مشى نيوكاسل وتوا في سانتيتيان خزري نعم ساندرلاند مش نيوكاسل سامحني ساندرلاند لانه يلعب سور لو فلون دروا، لكن بما انه ثم لاعبين يحكموا في الفريق الوطني وما نجموش يتنحاو ينجموا يلعبوهم في البوست تاع بالي، لكن خزري خزري سي ان تري تري بون جوور مي في الفلان دروا نتاع بوتيتر وقت وقتاش يبان وقت تحط معاه كاليتي جوور كيف اللي يلعب في جمعيته. الوقت قلت لك انا خزري معناتها جاي انترفينيو برو خزري بران برون تاخذه وحده برون شنو المشكله اللي شفتوا هنا سامي تكنيك مون ليميتي على الاخ جبت قرك فوالا باش نقول لك حاجه شوف اسمعني كلمه برون وقت تحطه في اللاك سنترال مع مرياح كي ني با تري تري بون سور لو بلان ديفونسيف سور لو بلان ديفونسيف ني با تري بون ويلعب على التكنيك نتاعو دونك لاسوسياسيون مع بعضهم ما تنجمش تمشي. بار كونتر تحط برون مع واحد اخر تحط مع واحد اخر برون سي ان اوتر جو. انا ما نحكيش على التوماتيزم ما بينات هو ومثلا ومرياح، نحكي على التكنيك تكنيك انديفيديوال. هو قداش من مره شفته حتى في الـ في الـ في شي فكوره ما يعرفش يفكوره سامي، ما يعني نتاع انترناسيونال وتلعب لبرا وما تعرفش كيفاش تفكوره. انا نحكي كافون سونتر انا نقول سهل هذاك بالنسبه لي مش نعديه، السوفي نحط يدي بركه اي فون سونتر حط يده يعديه، وحتى في الماركاج ريتو ما يعرفش يماركي على مريح ما يعرفش يعمل مثلا في البلاسمون ما يعرفش يا ودي. حتى البونتو اللي خذيناه اللي خرجنا به هذاك في في كوب دافريك نور منه هو قاعد ايزيتي تقول شوكي. انا نحب نعمل ملاحظه صغيره، نحب نرجع لعام 78. عام 78 عبد المجيد الشتالي اللي يلعب بكيك عبد المجيد الشتالي خاطر عام 78 ما عندناش ليبيرو وقت يلعب هكاك. كيفاش تقصد هكاك؟ معناتها الواه لعب بالطريقه هذيك في الدفاع جوست ملاحظه صغيره، لانه في الوقت هذاك يافي با دو ليبيرو حاضر ما ثماش، حاولوا خالد حسني حاولوا معناتها مع كمال بعد لعب جندوبي وجبالي وقدامهم القاسمي وقدامهم غميد، لكن الواه لعب هكاك قدام عندك العقربي وعندك طارق وعندك تميل وعندك عقيد اي عقيد معناتها نجم يلعب كيكا لعب كيكا. اليوم لا عندنا دفاعك القوي قوي، لا عندك الميليو تيران القوي قوي، لا عندنا معناتها لا عندنا اتاك، مشكله كبيره ياسر معناتها بور ان انترينور يحط الحكايه على الطاوله. انا بالنسبه لي انا الفريق الوطني هذايا اعطى الماكسيموم نتاعو ماتش نيجيريا وزوج ماتشات مالي، لكن ما ينجمش مع فرق اخرى، ما ينجمش دون اون كوب دو موند، سي امبوسيبل معناتها حاجه مستحيله. خليك متفائل يا سامي. لا هو يحكي لك على فما اساسيات في اي جمعيه، فما اساسيات في اي جمعيه، فما لاكس لازم يكون موجود كاليبر، وفما ميليو لازم يكون كاليبر، وفما افون سونتر هذا كولون فيرتبرال نتاع اي جمعيه، لازم نقولوا كاليبر. احنا دو ما عندناش. زوز منهم ما عندناش، زوز اساسيين في اي جمعيه حتى في الكات. يعني مش تبني عليهم جمعيه خاطر شوف فما الكولون فيتابون بعد تنجم ترقع تنجم ان بون ميليو تنجم تحط واريير دروا اريير جوش كيف كيف تنجم اريير جوش تعرف تلعب اكسونتري، لكن تنجمش تلعب انت اكسيال افون سونتر
ما تنجمش تلعب باكسيلا فونسونت، ما تنجمش تلعب مليو فلاكس، ما تنجمش مهما يكون. يعطيك الصحة محمد، شرفتنا بحضورك اليوم، شكرا لك سامي العكريمي، استمتعت برشا الحق بالنقاش اللي صار بيناتكم فنيا، شكرا لك باشا في الإخراج، آدم في الإخراج الرقمي، أجمل تحية إسلام المنتبه.